جددت دولة الكويت استعدادها لاستضافة المفاوضات بين الأطراف اليمنية بالتعاون مع الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي لحل الأزمة اليمنية. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول اليمن، والتي ألقاها مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، حيث أكد أن الحل لهذه الأزمة يأتي وفقا للمرجعيات الثلاثة المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار 2216. وحث العتيبي الأطراف اليمنية على المشاركة في الحوار الذي ترعاه المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على السلامة الإقليمية لليمن، إضافة إلى دعم خطة المبعوث الخاص لعقد مشاورات غير رسمية مع الأطراف اليمنية استعدادا لاستئناف المفاوضات، معربا عن ارتياحه لعودة الوكالات الإنسانية لأنشطتها في العديد من المناطق اليمنية.